ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بزيادة 57 حالة جديدة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1431 حالة إلى حدود الساعة 10 من صباح اليوم الجمعة. وأوردت معطيات محينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 114 حالة بفضل 5 حالات جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس نهز 105 حالات بسبب وفاة 8 حالات جديدة. وكانت عدد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف في حدود الساعة 6 من مساء أمس عند 1347 حالة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مخبرية سلبية 5423 حالة. كما تطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.